تفضل يا بدر صالح تفضل لأول معلم راح نراويك اياه في برنامجنا. اوكي. متحف الفجيرة. ما شاء الله. ها متحمس؟ متحمس. افتح لك الباب، حط لك ورود. خش يلا. لا 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 انت ضيف، انت ضيف. تفضل تفضل، طول بعمرك. تفضل استاذ قلبي. بدر تفضل. الله يسعدك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخت خديجة المسماري المؤثرة المبدعة المتألق. اهلا وسهلا. بدر صالح. شرفنا ونورتنا بإمارة الفجيرة. الله يخليك يا رب، شرف لي والله. مكان جدا جميل، نحن في برنامج عيش الفجيرة، طبعا أولى محطاتنا لازم تكون تاريخية وتراثية، وما شاء الله متحف الفجيرة غني عن التعريف، وأكيد أنا هو راح نتعرف عليه أكثر معك، فشو رأيك نبدأ الجولة؟ يلا تفضل. متحف الفجيرة يحتوي على 4 أقسام. جميل. قسمين للآثار وقسمين للتراث. افتتح رسميا سنة 1991، فهذا المكان مثل ما أنت شايف الديكوريشن لأنه كان مجلس لاستقبال ضيوف الحاكم. أوكي. فلما انتقل هو لقصرة، المبنى لحاله مبنى أثري. أيوة صح. فحولناه لمتحف. الأخت خديجة عشان بس أكون صريح معك وسوري قاطعتك، قال لي أني أنا من عشاق للتاريخ، وأنا كل مرة مؤخراً أي دولة أروحها أشوف متاحفها، فقلت له أنت لازم تي ولازم تشوف متحف الفجيرة، والكتاب واضح من عنوانه ومبين أن المكان جداً جميل، ولا شو رأيك؟ أنا في شيء شدك من الحين؟ قولي. يعني أنا متأكد أنه ما راح تقصر معنا الصراحة، يعني متأكد أنه حتقول لنا كل المعلومات الفجيرية. شو رأيكم ونحن نمشي ونشوف المكان تعطينا معلومات أكثر؟ يلا. طبعاً قسم الآثار، المكتشفات اللي أنت بتشوفها هنا جاية من مختلف إمارة الفجيرة، كلها من مواقع ومدافن موجودة في إمارة الفجيرة. أوكي. يعني مثلاً إذا بنركز على الصورة اللي خلفنا، هذا الموقع في منطقة اسمها البدية، طول المدفن 30 متر. طبعاً الإنسان قديماً ما كان طوله 30 متر. أوكي. أيوة. فكان عندهم الدفن جماعي. ولما الواحد يموت لازم ياخذ اغراضه اللي متواجده هنا عندك في الخزائن، هذه مدفونه معاهم. بالمعتقدات القديمه كانت اي واحد لازم يكون اغراضه معاه، وفي بعض الدول يقول لك ذهبه معاه. ايوه من ولاه. لان عندهم معتقد ان انا عندي حياه ثانيه بعد الموت. بعد الموت. اعطينا المحطه اللي بعدها، شو صار؟ انا اشوف في سيوف، اشوف في هذه ما هي اسلحه، هذه اسلحه. ايوه اي هذه اسلحه، سهم اتوقع. فتقريبا يعني كل في مثل اكثر عن مدفن واكثر من منطقه، بس الافكار هي تتكرر مثل ما انت شايف، الاسلحه اللي مصنوعه من البرونز. عندك حتى هذه الثلاث الاشياء عباره عن شفره حلاقه. الله. وبعد يعني الانسان قديما كان يهتم بنفسه وبالزينه مثل ما انت شايف الاكسسوارات. من المكتشفات في هذه القاعة، والقاعة الثانية جاية من هذا المدفن. فطبعاً بعض الناس يقولون إن إحنا حابين نعمل زيارات للموقع الأصلي، فلأن مكتشفات أثرية وتخص الحكومة، فدائماً المكان الأثري يتحوط ويحط عليه لوحة حكومة التابع عشان ما يتعرض للسرقة والتهريب. فإحنا حبينا نسوي مجسم عساس الناس تأخذ فكرة، مثل ما أنت شايف القطع كيف موجودة بالداخل. بالفعل لما تم فتح المدفن القطع تواجدت بهذه الطريقة. يا الله. من أشهر القطع اللي وجدت في المدفن بيضة النعامة. الله. شوف دخلنا في الأكل. رجعنا طبعاً، بس لو أنتم شايفين في فتحة في الفوق. أيوة. استخدمت لحفظ السوائل. في دراسات تقول أن طائر النعام كان يعيش في الجزيرة العربية. أوكي. وفي دراسات تقول لا، تبادل تجاري. ننتقل للقاعة الثانية. أوكي. يلا. بسم الله. نبدأ ننتقل للعصور الإسلامية. مسجد البدية يعتبر من أشهر المعالم الموجودة ليست فقط في إمارة الفجيرة، إنما في دولة الإمارات العربية المتحدة كلها. شكراً أستاذة خديجة على المعلومات القيمة اللي صراحةً قدمتيها لنا وللجمهور اللي تابع برنامج عيش الفجيرة، وأكيد الأستاذ بدر اللي اليوم جاينا من السعودية ومتعني عسبت يشوف أكثر عن معالم الفجيرة وعسبت يعيش معنا في عيش الفجيرة. نحن نشكرك جزيل الشكر والتقدير. شكرا خديجة. واجبنا وأهلنا والدار داركم. جاهز للتحدي الأول؟ طيب أوكي. جاهز؟ يلا جاهز. شكرا أستاذة.